سكه كسبت عليه. مسكها لك. مسكها روح. شوط 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 شوط. محمد مجدي يركنها يلفها وهدف التعادل. الله على هذا الهدف. روعة 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 روعة. محمد مجدي يركنها يلفها وهدف التعادل. الله. تنزل من قدام صبري خطيرة جدا. يلمس فرصة. جول 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 جول. من اين اتيتم ايها النادي الكبير؟ خطأ دفاع خطيرة جدا. يلمس فرصة. فرصة. جول 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 جول. وائل السباعي عمرو بسيوني صاحب الهدف. مجدي يمشي محمد مجدي يعدي ويفوت يلعب انفراد. الله الله الله. بين حارس المرمى هاني البعل وبين ثلاثي الدفاع قاسم وصبري ومرضي. اكثر من ممتاز الحكم في القرار الماضي. هنا ال 17 مع الكره محمد مجدي. الله الله على الكره الماضيه. احلى تصويب. الآن كرة من أجل الهدف الثاني. كفر الشيخ الآن تستفيق وكما تحدثت أن كفر الشيخ تقبل على التسجيل. الآن كرة قادمة من 17 محمد مجدي. مجدي الآن يبص الكرة. علي البالي حط ناحيه اليمين على طول لوائل الضماطي لكن محمد مجدي. مجدي بيدور. مجدي بيبحث. مجدي عايز يعدي بالمهاره الفرديه. سلام يا سلام عدى كده ويلحق بقى وما لحقش على طول يعمل لكن تخبط. محمد مجدي. مجدي مجدي بيحاول. مجدي يا سلام يا مجدي يا سلام يا مجدي. عدى مجدي من ناحيه الشمال وبيحاول لكن طولت على مجدي. طولت طولت والعرضيه لكن على طول ما خرج.
هرجع اللي جاي روح يلا انت يلا روح انت سريع عدو يلا هو يلا حلوة يلا صح انت يا مجد صح خدها بالمجد بقى دكتور بس ناحية اليمين محمد مجدي سلام يا مجدي يعمل بينية حلوة حلوة عمل شغل حلو محمد في دفاعات فريق السكة محمد مجدي ناحية الشمال محمد مجدي بيدور مجدي محمد يدي واحدة كده وعلى طول صفارة من حكم اللقاء ضربة حرة وانذار كارت لمسة حلوة هنا عند أحمد سمير سمير يحط على طول لمجدي من ناحية اليمين عايز يعدي مجدي عمل بينية حلوة مجدي عند إسلام بينية خطيرة معطية ويتكلم هو الاخر في صفوف كفر الشيخ تاتي سريعا الكره حزيري للولوب الان حزيري الهدف يقبل الان نعم كفر يلا 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 نص الملعب محمد مجدي محمد يوسف اسلام حازم محمد مجدي من جديد البحث هنا من ناحية الشمال بقى في نشاط كبير جدا بنزول اسلام حازم بيتحرك بيعمل الزياده والحته الهجوميه على طول كوره موجوده ناحيه الشمال محمد مجدي 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 والعجل بتاعه اللي عمال من الشوط الاول على طول من تاني محمد مجدي يسند القدوم من الخلف وتسديده اسلام موت نفسه فعلا حسن بقى يلا يخرب بيتك يا ابني تقول حسن الكوره ليه كده؟ ما خرب ما يعمر ما فيش فرقة قصادنا ان شاء الله نكسب ان شاء الله